طيب اول حاجه خالص عندنا مهمه اولى وعمياني كده من غير ما تعرفوا ايه المهمه اللي احنا داخلين عليها. هتختاروا حد من الاسره دي ومن الاسره دي مين بسرعه؟ اوريدي ستدي جو هتنط جوه البول ده. البول ده فيه كور زي ما انتم شايفين كده صفرة واورنج وحمراء، بس فيه كوره كبيره بتاعت هاندبول لونها ازرق. اللي هيعرف يجيب الكوره الاول هو اللي فريقه هيكسب. جاهزين تشجعوهم؟ يلا جاهزين. جاهزين في اول تحدي وكده؟ طب يلا ريدي ستدي، اقفوا مكانكو جو. ايوه بقى عندنا تايم وعندنا مالك، مين هيوصل الكوره الاول؟ ملوكي ولا تيمو؟ مالك ولا تايم؟ تايم ولا مالك؟ مين هيوصل الكوره الاول في بوكس مليء من الكور الملونه؟ بس في كوره زرقاء كبيره اللي هيوصل لها الاول فريق هيوصل. دوكا ما فيش حد هنا ليه؟ ما حدش يجي هنا شويه كده يمكن يمكن دور. ايوه احساسه كده يا حبايبي مش باينين يا تيتو. ايوه ايوه في حد ده قربت ولا ايه؟ ولا مالك قرب ولا تايم يا حبيبي مش لاقي حاجه. مالك بقى في سكوت وتركيز. يلا يا لوكا واصرار وتحدي. والله مركز، انا بقول لك انه مركز. يلا يا عيني من اللي عليه وزياده لدرجه ان انا مش شايفاهم. انا مش انتوا فين؟ نار ابيض. فين فين الكوره؟ تيتو 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 مالك تيتو مالك تيتو تيتو. حد هيطلع؟ لا دي رجلين حد. اوكي في كوره والله في كوره. هنيجي بكره احنا بقى. انا ايه مين؟ حلوه النطه دي. ملوكه اللي جاب الكوره الاول وكده الاسره بتاعت مالك كسبت بسرعه. يلا نطلع. برافو والله، بس برافو مجهود تشكر عليه. برافو تيمو. ايوه تمام. طب يلا يلا نرجع نكمل اسئلتنا تاني. برافو برافو.